مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو هذا غادي يكون شي شوية مختلف لأنه غادي نهضر فيه على واحد الحادثة مؤلمة جدا جدا، مأساوية. مش غنقول لكم يعني هذه الحادثة هذه بزاف، لا حول ولا قوة إلا بالله. وصافي، إذن هذه الحادثة هذه هي اللي وقعت يوم الأحد في الصباح. يعني واحد الحادثة كتألم بزاف بزاف. لماذا؟ لأنها ماتوا فيها يعني أبناء الشاب وأمهات الشاب يعني في هذه الحادثة هذه الحادثة اللي وقعت يوم الأحد في الصباح بدمنات، واللي هي يعني انقلاب سيارة من نوع ترانزيت، نقل مزدوج، كتسمى ترانزيت، يعني هادو الناس غادي يكونوا عارفينها. فهاد الحادث هذا خلف، تخيل معايا شحال خلف من وفايا، 24 شخص ماتوا في هاد الحادثة هذه. يعني اللي راش إن لله وإن إليه راجعون. يعني اش غنقول لكم، ما نقدرش نعبر لكم على هاد الألم هذا اللي يعني كاين في هاد الحادثة هذه اللي بزاف. هاد الحادثة أيضا خلفت لنا على وفاة طفلين ووفاة وفاة عروسة. تخيل معايا عروسة يلا باغية تفرح بالزواج ديالها، هي والاب ديالها سافروا الصباح باش يمشيو يقتنيو شي حاجة. يعني هاد ترانزيت هادي فين كانت غادية؟ غادية مباشرة يعني في الطريق ديالها للسوق. كيف ما كنعرفوا هو انه كيكون واحد السوق اسبوعي، كيكون تقريبا يمكن يعني كل سميتو كل ريجون، وفاش كيكون قدر يكون في هاد مثلا في هاد القرية هادي يكون نهار الحد او لا يكون نهار الاثنين الى غير ذلك. وغالبا كيكون نهار الحد اللي هو يعني وقعت فيه هاد الحادثة هادي المؤلمة جدا. يعني تخيل معايا يعني يوم واحد في الاسبوع كتمشيو للسوق الاسبوعي، كتقضوا هذاك الشيء اللي خصكم في السيمانة وكترجعوا. اذا هذا الشيء اللي وقع لهادو، ناضوا الصباح مع 6 ديال الصباح، مشاو انهم يتقضوا داك الشيء اللي خصهم. ويعني كاينه في هاد يعني وسط هاد النقل المزدوج كاينين يعني ابناء الشعب ويعني والعيالات وداك الشيء، كاين فيهم اللي غادي انه يبيع الخرفان وهداك الشيء، كاين اللي غادي يتسوق، كاين اللي غادي بزاف ديال الحوايج، كاينين الاباء يعني اكثريه الاباء. راكم عارفين يعني يوم الاحد كيمشي الاب يعني مسكين مع الصباح يتسوق لولادو وداك الشيء، ويعني يتقضى لولادو ويفرحهم وهداك الشيء. تخيل معايا انه الخبر يوصل للزوجه اللي يعني الزوجه، تخيل ان الخبر يوصلها ان الزوج مات في الحادثه وخلف لنا يعني الاولاد وهداك الشيء، فلا حول ولا قوه الا بالله. فكما قلت لكم هاد الحادثه هذه خلفت لنا على الوفاه ديال واحد العروس، مشات هي والاب ديالها. هاد العروسه هذه كانت فرحانه مسكينه باش لانها غادي اش تزوج. فتخيل معايا هاد الفرح هذا للاسف لم يكتمل في لحظه واحده اللي هو نهار الاحد، فاش في الصباح للاسف شديد يعني ما كملاتش هذيك الفرحه ومات هذيك يعني السيده اللي كانت باغيه تزوج. رفقة هي يعني كانت مرافقه الاب ديالها باش انهم يتقطعوا اللوازم ديال يعني ديال العرس ديالها وداك الشيء، فللاسف يعني ما كتبش هذاك العرس. ويعني ان لله وانا اليه راجعون. اذا اش غنقول لكم، ندعو لهم بالرحمه والمغفره والله يرحمهم، وهادشي اللي كاين، ان لله وانا اليه راجعون.